مساءنا أولى فقراتنا رح نبدأها أكيد بالصحة، وخاصة للمرأة الحامل، لأنه فترة الحمل بتمثل عملية عملية الولادة بتمثل حالة صحية فريدة مطلوب من الجسم فيها أنه يتعامل معها بطريقة ملائمة، وبتتطلب تقديم متابعة طبية متواصلة بحال وجود أي اضطرابات مرضية بالقلب والأوعية الدموية للحامل من أجل ضمان تحقيق عملية نجاح الحمل. لنحكي أكثر عن الحمل وأمراض القلب، معنا الدكتور حسن إبراهيم أخصائي بأمراض داخلية وقلبية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح الخير لكم ولكل بلدنا. يسعد صباحك دكتور. دكتور، كنا عم نحكي تحت الهواء اصلا انه الحامل يمكن هي لازم كثير تدير بالها على حالها، والحامل تتعرض للكثير من الضغوطات والتعب، ولكن في عنا المراه الحامل التي تعاني من امراض قلبيه. خلينا نحكي شوي عن الامراض القلبيه، وهل تستطيع الامراه يلي عندها اي اضطراب قلبي بحسب انواعه انت هلا تخبرنا عنهم انه يكون عندها حمل؟ هو كونه صار في تطور كبير بالعنايه الطبيه، فكتير من السيدات نتيجه العنايه الطبيه وصلوا لسن الزواج اذا كان عندهم امراض قلبيه ولاديه او امراض قلبيه مكتسبه بعد الولاده. هالشيء خلاهم طبعا يتزوجوا وممكن يحملوا. هدول السيدات يلي عندهم أمراض قلبية ممكن نحن نقسمهم لثلاث أقسام. القسم الأول في عندهم أمراض قلبية وهن هدول بيقدروا يحملوا على المرتاح، والخطورة عليهم متدنية جدا وممكن ينجبوا وما في خطورة كبيرة على حياتهم. في نوع ثاني يلي هن عندهم أمراض قلبية وهدول في عندهم خطورة متوسطة، وهدول إذا حملوا لازم نحن نهتم فيهم اهتمام زائد لحتى يقدروا يتجاوزوا فترة الحمل. القسم الثالث وهن مرضى قلبيين، هدول ممنوع يخوضوا الحمل أبدا، وهدول المفروض يساووا استشارات قلبية قبل ما يحملوا، وهدول يجب ربط البوقين عندهم، والحمل يحمل خطورة كبيرة جدا على حياتهم. المرضى يلي عندهم أمراض قلبية خفيفة جدا، مثل عندهم قصور تاجي خفيف، أو مرضى عندهم انسدال في الصمام التاجي، أو مرضى عندهم فتحة في الحجاب بين الأذينتين، أو مرضى يعني عندهم اضطرابات نظم خفيفة جدا، هدول ما عندهم خطورة بالحمل وممكن يحملوا يتجاوز الحمل. لكن لما يكون في عنا على سبيل المثال قصور تاجي أو قصور أبهري وما وصلوا لمرحلة قصور القلب، هدول في خطورة عليهم شوي، وبالعكس في منهم ممكن يتحملوا الحمل، لأنه الحمل عادة إذا كان في قصورات بالصمامات ممكن يتخف القصورات أكثر شوي، وهدول بدهم مراقبة ومتابعة بشكل جيد. أما المرضى يلي في عندهم خطورة عالية جدا، مثل المرضى يلي عندهم آفات قلب ولادية مزرقة، أو المرضى يلي عندهم على سبيل المثال تشوهات كبيرة بعضلة القلب، هدول ما بيقدروا يحملوا، ممنوعين من الحمل. أو في عنا صنفين من المرضى كمان في خطورة على حياتهم من ناحية، وهن بينجبوا أطفال أكثر من 50% ممكن يكونوا مشوهين قلبيا، مثل مرض بنسميه نحن تناذر مارفان، أو مرضى اعتلال العضلة القلبية الضخام الساد. هدول 50% من الأطفال يلي بدهم ينجبوهم رح يطلعوا مشوهين وعندهم الأمراض الخطيرة هاي. ولذلك نحن خلينا نمشي على هالتصنيف، إنه المرضى يلي عالين الخطورة وعندهم أمراض قلبية ولادية مزرقة، أو عندهم تشوهات كبيرة بعضلة القلب، المفروض يراجعوا طبيبهم ليستشيروه إذا هن بيقدروا يحملوا أو لا. وهدول عادة ينهى الحمل حتى لو صار، وإذا هي رفضت بدهن عناية شديدة، والمفروض يناموا بمشفى قبل الولادة ولو بأشهر لحتى نحافظ على حياتهم. هدول المرضى لازم يتساوى لهم ربط بوقين، أو لازم إذا صار حمل ينهى الحمل نظرا لخطورة الحمل على حياتهم وعلى حياة الجنين بنفس الوقت. نعم دكتور، يعني جاوبتنا على سؤال أنه إمتى الأم ممكن أنه تنهي الحمل إذا كانت بهاي الحالة المرضية. خلينا نحكي تغيير الفيزيولوجي على عضلة القلب أثناء الحمل، شو بصير إذا كانت الأم مثلا مريضة قلب وحامل؟ هل بصير في تغيير بالعضلة؟ بصير في إجهاد أكثر؟ هلأ الحمل له يعني خلينا نقول انه بيأثر على القلب على شقين. الشق الاولاني الناس يلي عندهم امراض قلبية
والشق الثاني يلي ما عندهم أمراض قلبية وممكن يصير عندهم أمراض قلبية أثناء الحمل. أثناء الحمل. الشق الأول يلي هن المرضى عندهم أمراض قلبية، هدول نتيجة الحمل عادة الناس العاديين أو السيدات العاديات يلي بيحملوا بيصير عندهم زيادة في نتاج عضلة القلب، بيصير في عندهم تسرع في عضلة القلب، ممكن يعني يصير في إجهاد على البطين الأيسر تحديدا. هدول المرضى إذا عندهم هن مثلا تضيق في صمام سواء كان التاجي أو الأبهري، ممكن يفوتوا باضطرابات نظم، ممكن يفوتوا بوذمات رئة، فهدول ممكن الحمل يأثر عليهم. إضافة لهالشيء في سيدات أثناء الحمل ممكن يصير عندهم ارتفاع توتر شرياني حملي، بغض النظر هلأ إذا كان الضغط موجود قبل الحمل أو بالحمل بس وفي سيدات ممكن يكون موجود أرحى، وسيدات أثناء الحمل ممكن يصير عندهم ارتفاع توتر شرياني. ارتفاع الضغط عادة يؤثر على العضلة القلبية إضافة إلى الحمل، وممكن أحيانا السيدات يفوتوا بقصور قلب، ولذلك نحن هدول بنهتم فيهم اهتمام زائد ولازم ضبط الضغط عندهم بشكل جيد. والسيدات اللي بيفوتوا باضطرابات نظم أو بيصير عندهم قصور قلب نتيجة الأمراض القلبية قبل الحمل، هدول يجب متابعتهم بشكل جيد وبنحاول نعالجهم حتى ما يفوتوا بمشاكل قد تكون خطيرة على حياتهم. لكن في عنا شق تاني، السيدات يلي ما عندهم أمراض قلبية أثناء الحمل هدول ممكن الحمل يأثر عليهم، وهن هدول قلة. على سبيل المثال ممكن يصير عنا اعتلال عضلة قلبية توسعي أثناء الحمل، وخاصة شو سبب دكتور؟ يعني شو سبب أنه سيدة ما كان عندها أي مرض قلبي صار عندها حمل وبلشت عندها بعض الأمراض أو بعض هاي الأعراض يلي عم تذكرها حضرتك؟ السبب الحقيقي وراء اعتلال العضلة القلبية عند سيدة سوية تماما بسبب الحمل هو مجهول السبب، مو معروف السبب بكل الدنيا، وتتهم احيانا فيروسات، بجوز يكون في شيء التهاب عضلة قلبية فتعتل العضلة ويصير في عنا توسع في البطين الايسر وفي عنا بيصير عنا نقص نتاج، وهذا عادة ما بيصير في نهاية الحمل في الاسابيع او الشهرين الاخيرين من الحمل أو ما حول الولادة أو بعد الولادة في أشهر قليلة، وهدول المرضى هن على خطورة عالية ونسبة الاختلاطات عندهم بتصير أكثر من 50% ونسبة الوفيات قد تصل إلى 10 إلى 20%، ولذلك هدول فعلا هن خطرين. بس عموما هدول السيدات يلي بيصير عندهم اعتلال عضلة قلبية أثناء الحمل بعد الحمل 60% منهم ممكن يشفوا شفاء كامل ويرجع القلب مثل ما كان وترجع وظيفة البطين الأيسر طبيعية، لكن في قسم كبير منهم مو قليل ممكن يستمر اعتلال العضلة القلبية عندهم بعد الحمل وبيستمر إلى 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 نهاية الحياة، وهدول المرضى يجب نصحهم بتجنب الحمل نهائيا في الحمول القادمة، يعني ما عاد يحملوا أبدا، المفروض ما عاد يحملوا لما يحملوا هالموضوع عليهم من خطورة. نعم دكتور، بما أنه مرضى القلب لازم يأخذوا أدوية معينة كمان، أو حتى المرأة السوية اللي بصير معها يمكن مشكلة بالقلب، خلينا نحكي الأدوية كيف ممكن أنه تنوصف للمرأة الحامل؟ هل تمنع منعا باتا أنه المرأة الحامل تأخذ أدوية القلب؟ الأدوية يعني أثناء الحمل مصنفة إلى عدة تصانيف. في أدوية يعني يمكن إعطائها خلال الحمل بأمان، وخاصة مقويات الدم، الحديد، حمض الفوليك، هدول الأدوية سليمين. في أدوية للالتهاب ممكن إعطائها بشكل عادي وما في خطورة كبيرة. نحن خلينا نحط قاعدة عامة انه السيدة الحاملة يجب ان تتجنب جميع الأدوية. يجب الافضل انه هي تعيش حياتها طبيعية وما تاخذ اي أدوية نهائيا. هلا الأدوية السليمة ممكن اعطائها وما في اي مشكلة فيها، وكل الدراسات تشير الى انه ما في خطورة عليهم. هلا في أدوية مو كثير المعلومات واضحة عنهم، هدول يفضل تجنبهم، لكن في أدوية ممكن تأثر على الحامل ويمكن اعطائها الى حد ما. هلأ في أدوية يجب تجنبها أثناء الحمل بشكل قاطع، لأنه هي أدوية بتأثر على الحامل وبتأثر على الجنين، وهي بتساوي تشوهات خلقية عند الأجنة أو ممكن تؤدي إلى خداج أو موت أجنة باكر أو إلى ولادات مبكرة أو أمور أخرى. ولذلك هذا الموضوع يعني يجب عدم تناول أي دواء من قبل المريضة أثناء الحمل إلا باستشارة الطبيب. هلأ الأدوية القلبية تحديداً ممكن قسمها إلى قسمين، في أدوية ممكن أعطائها بسهولة وبأمان، خاصة الضغط،
الضغط والسكري هن من الأمراض التي يجب ضبطهم بشكل جيد وكامل عند الحامل لما يحملان من خطورة على صحة الحامل وعلى الجنين. هلأ يجب ضبط السكر بشكل جيد بالأنسولين، ويجب ضبط الضغط بشكل جيد بأدوية معينة، وتجنب أدوية خافضة للضغط، لأن هذيك الأدوية الخافضة للضغط هي أدوية مشوهة للجنين. على سبيل المثال، من الأدوية السليمة جدا للحامل إذا كان صار عندها ارتفاع ضغط الألفا ميتيل دوبا أو الهيدرالازين أو اللابيتولول، هدول بينعطوا. هلأ في أدوية تانية خافضة للضغط يفضل تجنبها، لكن إذا عطيناها ما في هالمشاكل الكبيرة مثل حاصرات بيتا أو المدرات، لكن مثل المركبات القالبة للخميرة هي أدوية خافضة للضغط لكن مشوهة ويجب تجنبها بشكل قطعي. هلأ بالنسبة للمريضات القلبيات ممكن اختيار الأدوية الغير مؤثرة على الجنين أو الحامل والغير مشوهة للجنين والمؤذية للجنين. يعني في بدائل عند مريضة القلب بموضوع الأدوية إذا كان عندها حمل، في بدائل للأدوية اللي بتاخذها إذا كانت بتأثر. بالتأكيد إذا مريضة صار حامل وصار عندها قصور قلب بنعالجها مثل ما بنعالج أي قصور قلب ثاني عند السيدات أو الغير حوامل، بشرط أنه يعني نستخدم في قصور القلب الأدوية السليمة الغير مؤثرة مثل الديجوكسين والمدرات والأسبرين والهيدرالازين. أما مثلا في أدوية لقصور القلب يجب تجنبها قولا واحدا. نعم. يعني نحن دكتور نشكرك على كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها، ونتمنى دائما العافية والصحة لكل النساء الحامل هلأ اللي فترة بدون يولدوا كمان، فكمان إن شاء الله نتمنى لهم بالسلامة. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. وانا بريد اكد على ملاحظه صغيره بس، انه السيدات الحوامل بس يولدوا المفروض يتجنبوا الاستلقاء المديد خوفا من حدوث خثار في الاورده في الساقين وحدوث صمه رئويه. يجب الاهتمام بامرين مهمين جدا هن الارضاع الوالدي وتجنب الاستلقاء المديد، او اذا اضطروا للاستلقاء المديد ياخذوا المميعات المناسبه باستشاره طبيبهم. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك دكتور وللمعلومات اللي قدمتناها. نتمنى اكيد السلامه لكل السيدات الحوامل، والله يبعد الامراض عن كل الاشخاص.